لقيت لي هنا أغراض. وين؟ هنا لقيتها بالكافي ذا. لا لا خلطة. خلطات؟ غريبة ما هو. أكذوز مين؟ أكذوز سود الله وجهه. السلام عليكم. السلام عليكم. ما يدري وين حط الأنس. أيوة. ارحب نواف، ارحب روز. السلام عليكم. كيف الحال يا باشا؟ طيب تعال تعال تقهوى معنا. ارحب قلب الذيب. تبي تقهوى؟ تعال. ايوه قهوة عربية. لب عينك يا نواف، لا انت ابوي. هنا شو اخبارك؟ هذا الكمبيوتر ايش بهله عمر الكافي؟ والله محلكم هذا جميل جدا جدا جدا. كنا قال عمار حسبي الله عليك. الله يفشلك. وش عندكم اكل؟ بسكوي. بسكوي ها فطر. وشو فطاير يعني؟ تقدر تدخل زينها لي الحين؟ ترى فطاير مو قرص، في فرق. ما عندكم فول قلابه شيء؟ خبز تميس. هذا يشرب القهوة بس. كيف طعمه؟ لا لا والله ما ملغومة. شوف أفا عليك هذا حنا 3700 ريال فيها 5 دراجونات لكل حسب يعني 10 دراجونات تقريبا 8000 ريال. ارحب خالد قول فيها 14 و 12 دراجونات. ايه هذا كيف هو يسدد ولا طناخة؟ لا طبعا يسدد يعني. بيض الله يجيكم يا عوالي، ان راح ابوكم يتمشى تمسكوا محلي. طناخة اي صح صحيح. طيب متوجعني يا جماعة صدق. يسدد نعم نواف جعل عليه قبض خدمات وجعل عليه طلب ولقى قبض لين سدد الحين. ديو ديانه ديانه ايوه ودك انه شغل عندك طايات عندها بحكي برد والله يا نواف. تبيني ادخل جوا؟ بجيكم يا الربع شوي الوعد السلام. دقدح الله ياخذك يا نواف.